نرجع نتكلم تاني عن المنتخب الأولمبي وعن اللقاء اللي أكيد هيكون في غاية الأهمية اللي احنا كلنا مستنينه قصاد منتخب من أهم المنتخبات العربية، المنتخب المغربي، وما يحتويه طبعا من لعيبة محترفة في أكبر الدوريات العالمية. يعني هتكون مواجهة صعبة جدا، صعبة ومواجهة جدا. أنت بتقاتل على ميدالية برونزية، لازم يكون في ميدالية أكيد. يعني هتكون مواجهة مش سهلة خالص، ولكن قولي توقعاتك رايحة فين؟ بص انت بتواجهي يعني بص انا يعني منتخب المغرب من اقوى المنتخبات في البطوله، هو خرج مفاجاه من منتخب اسبانيا، يعني خروجه ده كان مفاجاه، دي حاجه على جنب لوحدها. حاجه تانية، هو برضه نفسه ياخد ميداليه زيه زيك، تمام. وفي كمان حاجه كمان، يعني منتخب المغرب انت طبعا احنا المغرب والعرب عموما ده يعتبر ديربي بيننا، انت عارفه طبعا المغرب ومصر منتخبات شمال افريقيا بس صحيح والجمهور، دايما بيكون فيهم فالموضوع هيبقى صعب قوي، منافسه ما بينهم واحنا كبيره جدا هنواجه وديه كبيره منتخب قوي جدا. جدا، فالمنتخب ده لازم يبقى لازم نلعب بنفس المستوى بتاعنا اللي لعبناه مع فرنسا في الشوط الاولاني، ننزل مش خايفين، ننزل بثقه، بنلعب كوره بتاعتنا مفيش اي حاجه، بس هتبقى مباراه قويه قوي قوي يعني، لان هو عايز ياخد ميداليه زيك بالظبط، صحيح فانا اتوقع بصراحه مباراه قويه قوي يعني. صحيح، اكيد هتكون مباراه قويه ما بين اتنين اشقاء عرب، واكيد بنتمناها لمنتخبنا الوطني الاول، ولكن طبعا اكيد يعني الفوز بيروح للي يستحقه.